عشت والله شفنا الموت، نسوار ورجال اتحزمنا وتلزمنا في القتال نسوي الفوت، حالفين يمين يدوس رؤوسنا وما نخليه. رضا عبد الله احمد موسى، استاذ مسرح ودراما في مدرسه كيبس، مدرسه الخرطوم الثانويه الاعداديه. بدرس مسرح لي سنه واحده هنا في المدرسه. بس الدراما غير، ممكن نستخدمها كواحده من الوسائل التعليميه، زيها وزي السبوره وزيها وزي الحوار، زيها وزي اسمها وسيله تعليميه بتوصل بها المعلومات اللي ممكن تكون غايبه على الطلاب او ممكن تقدر توصلها للطلاب من خلال الدراما. نحن حاسين في المسرح بتاع المدرسه بصدد تحضيرات اليوم الثقافي اللي هو حيكون ان شاء الله يوم 27. بنناقش في اليوم ده احتفالات السودان بعيد الاستغلال. حنتكلم عن العروض، عن تاريخ المسرح السوداني، عن تاريخ السودان عموما كده، مناقشينه بمراحل. ده بالنسبه لنا احنا كاحتفال وطني كل السودان محتفل به. بالنسبه للمدرسه باعتباره مراجعه للطلاب الثانوي، انه بنراجع لهم تاريخ السودان، الدوله المهديه، الممالك القديمه. فده هنا بيكون دور الدراما كوسيله تعليميه بالنسبه للطلاب، زائد انه بنشتغل معاهم عن انه الاستيعاب والمعلومات اللي ما بتصل لهم او اللي بتستعصى عليهم من خلال الفهم الاكاديمي البحت ذاك بتكون اقرب بالنسبه لهم من خلال الدراما، لانه اول حاجه انت كاستاذ دراما بتتعامل معاهم على انهم اصحابك، زملاء، شنو كده، بتنزل من تفكير انك استاذ، بتتعامل ب اوكي انت عايز شنو، ممكن تقعد معاه في الارض، ممكن يعني ما جادين ما حد كده، لانه الدراما اصلا هي عامله كده، فبتلقى انه هي قريبه جدا للاطفال، هي محببه شديد بالنسبه لهم، يعني يكاد الحصه الوحيده اللي ما ممكن يغيب منها طالب خالص هي حصه الدراما او المسرح. ليه؟ لانه اصلا في حب للماده حلوه، هم بيعتبروها كسر الروتين الاكاديمي اليومي. فدي مساعدات احنا ذاته في انه نستمتع معاهم، تكون انت ذاتك حريص اكثر منهم على الحصه، تعاون مع الاطفال في الغالب انت ما حتقدر، يعني مستحيل تلقى كل الاطفال بنفس القبول بالنسبه لك او بالنسبه لمادتك، لانه ده يعني البيئه بتاعتهم، تنشئتهم، اسلوب التربيه في البيت ما 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 متشابه، فالاختلاف ده في اي مكان موجود. حتى حبهم للدراما في ناس بيكونوا ما حابينها، يعني مره من المرات انا قلت يا اخي انا ما بريد الدراما، تفاجئت شديد كيف يعني اول زول انت تلاقي انه ما بحب الدراما، بعد شوي اكتشفت ان هي مش ما بتحب الدراما، هي بس ما يتعرفت على، يعني ما احتكت بدراما، ما لقيت ادنى تفاصيل بتتعلق بالدراما سواء كان على التلفزيون ولا كده، فده بتحس انه هي ما بتحبه، نو هي مش ما بتحبه بس ما لقيت الحاجه. يلا حالات زي دي بتكون كثيره، بتكون متعدده، يعني انا اعتقد انه في ناس مثلا بيكونوا ما بيريدوا الرياضيات خالص. دي نفس الحاله بتاعت انه انا ما بريد الدراما. ثاني من الحالات زي دي انه دايره بس بمزاجي انا. هو ما عنده عنا معلومات، انه انا كزول دايره مثلا مفترض اجي فينا ويقول لي لا ما تتحرك، بتلقى انه في حركه الاطفال الطبيعيه ديك، انه يجي فيه يهبش راسه ويتحرك كذا شنو عارف ليك، اذا انقل لك تحت انت بتكون مفتكر انه دراما بحت، هو لا بالنسبه له كده. فدي اكثر الحاجات اللي ممكن تكون صعبه بالنسبه لك في تعاملك مع الاطفال، لكن عموما لما اول ما يصل لغايه انه هي الحاجه دي سمحه وهم حابينها بتلقاهم هم يعني كده بفتشوا لك يا استاذ الحصه وتعالوا لا ودينا حصه دبل وشيل الحصه الثانيه، ده بس لما يصلوا لمرحله انه هي الدراما جد سمحه. لكن عموما كده ماشيه كويس مع الاطفال، هم ذاتهم بيتعاملوا معاها بشكل جميل كده، بيدوها مساحه كبيره جواهم، لانه هي بس تكاد تكون غريبه عنهم. لما توصل رساله معينه او تبدا في مشروع معين وتحس انه هو قاعد يمشي ناجح كده، بتحس انه انت ماشي كويس لقدام. الاطفال عموما هم بدايات، او ما يعني زي ما بيقولوا طينه عجينه كده سهل تشكلها. لما تغرس جواهم انه في دراما ونحن نستمتع لها ونريدها وشنو كده، بتكون حريص جدا على انه اليوم الثاني او الحصه الجايه انك تجي بحاجه احسن، على انك تنقلهم درجه، هم ما يتعاطفوا مع الحاجه وحبوها شديد شنو. ففي بعض الطلبه كده بتحس انك انت نايم في البيت بتفكر فيه، يا سلام يا اخي مثلا الكلاس المعين انا كده مستمتع لهم، ادائهم كويس في الدراما، هم حابين الدراما، هم بحمسوني اكثر. حاجات زي دي بتخلق جواك حب شديد للدراما، ولانه انا بتعامل مع اطفال. الجميل شديد في الموضوع يعني انت بتجي ماشي في الممر بتلقى روحك ما قادر تمشي،
من الاطفال بالسوق يا استاذ يا استاذ، دي بتديك احساس انه انا بعمل في حاجه سمحه. ده جيل شنو كده ما عارف ليك، حابيني وشنو بيتعاملوا معي بمصداقيه عاليه زي دي، معناتها انا فيني حاجه كويسه. دي بتتولد جواك كل يوم وبتزيد، انت بتعيش الاحساس ده صادق كده بتستمتع عليه اكثر. ما اعرف، لكن هم عموما كده الاطفال جميلين، بس لانه بريئين، لانهم صادقين في حاجاتهم، لانه تتعامل معهم ببراءه. يعني هم بيرغموك انك تكون صادق جدا، يعني ما تقدر تكذب، لانه هو اذا كذبت حياخذ معلومه غلط. دي حتكون تحرص عليها جدا. تعاملك بالصدق العالي ده بيريحك انت نفسيا، بتحس انه انا خلاص يعني بتعامل مع حاجات لازم بنفس الشفافيه بتاعتها، بنفس البساطه بتاعتها في الفهم في التعامل عموما.